السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعله خير. أحداث كثيرة تجري في حياتنا، آلام، مصائب، تعثر نعيشه ونحن لا ندري إلى أين سنمضي. هذا ما سنراه اليوم في هذه القصة. أيها الأحبة، السوريون لهم أياد بيضاء كثيرة في خدمة القرآن الكريم. هناك عدد كبير من الخطاطين الذين تميزوا بتخطيط القرآن الكريم من سوريا. أكثر الذين ألفوا في إعراب القرآن الكريم هم من سوريا، وأول عربي يترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية هو أيضا من سوريا. هناك مستشرقون، وهناك غربيون، وهناك هنود مسلمون أو باكستانيون مسلمون ترجموا معاني القرآن إلى اللغة الإنجليزية، ولكنهم ليسوا من العرب. أول عربي يترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية هو عالم دمشقي اسمه الشيخ عز الدين الحايك رحمه الله. عز الدين الحايك دمشقي من حي الميدان، درس في المدارس الابتدائية، ثم ما لبث بعد ذلك أن توفي والده، وترك له عدد من الأخوات، وترك له عائلة كان ينبغي أن يعيلها، ولذلك ترك الشيخ عز الدين المدرسة وعمل عددا من الأعمال الشاقة من أجل أن يعيل أسرته. انظروا إلى الشدة، انظروا إلى البلاء. توفي والده، اضطر أن يعمل في عدد من المهن الشاقة، تعطلت مسيرة دراسته، مع أنه كان ذكيا نابغة، ومع أنه كان يحضر الكثير من مجالس العلماء ويتتلمذ على العلماء ويأخذ عنهم، ولكن لم يقدر له أن يتم الحالة الدراسية كما أتمها أصدقاؤه. إذن توقف عن الدراسة 7 سنوات. هذا الأمر هل هو بلاء؟ هل هو شدة؟ هل هو كرب؟ طبعا بلاء، شدة، كرب، مصيبة. طيب، ولكن هل هناك خير من وراء ذلك؟ لعله خير. ما الخير الذي يكون؟ بعد 7 سنوات في سنة 1953 بقي الشيخ عز الدين على تصميمه ورغبته في إتمام الدراسة، وبالفعل قدم الشيخ عز الدين الإعدادية ثم الثانوية، ونال الدرجة الثانوية في سنة 1953. في تلك السنة كانت السنة الأولى لافتتاح قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب في جامعة دمشق. إذن هناك قدر كان ينتظره. لو أنه أتم الدراسة الإعدادية والثانوية قبل 7 سنوات لما استطاع أن يدخل قسم اللغة الإنجليزية. دخل الشيخ عز الدين قسم اللغة الإنجليزية في جامعة دمشق وكان متفوقا، ثم ذهب في بعثة إلى بريطانيا وأتقن اللغة الإنجليزية إتقانا كاملا، وبدأ بمشروعه العظيم وهو ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وأتم هذا المشروع وطبع الكتاب، وأصبح هذا العمل مرجعا في مراكز الأبحاث والدراسات الكبرى. لم يكتف الشيخ بذلك، بل ترجم أيضا عددا من التفاسير، بل ترجم عملا موسوعيا في تفسير القرآن الكريم، وأعد أيضا مجموعة من الرسائل الصغيرة للتعريف بالإسلام، كل ذلك باللغة الإنجليزية. من أين بدأ هذا الخير؟ بدأ هذا الخير من مصاب، من ألم، من تعثر، من حالة غير مرضية. الشاب الذي يتحرق للتعلم، الذي يتحرق لإتمام دراسته، فقد والده، اضطر للعمل الشاق من أجل أن يعيل تلك الأسرة التي تركها والده من خلفه، وتعثر مشروعه في سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، ولكنه لم يكن يعلم أن قدر الخير كان بانتظاره، وأن المستقبل الذي يريده الله تعالى له في نفع نفسه ونفع مجتمعه ونفع دينه
كان لا يمكن أن يكون إلا من خلال جسر يعبره عبر هذا البلاء، وكان ما كان، وقدر الله تعالى الخير من وراء هذه الشدة لعله خير. الشيخ عز الدين الحايك أول عربي يترجم معاني القرآن، يقدم عملا موسوعيا في تفسير القرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإنجليزية من خلال تعثر، من خلال مصيبة، من خلال شيء لا يتمناه ولا يريده، ولكن الله تعالى قدره له وجعل الله تعالى من ورائه الخير. كل قدر من أقدار الله محفوف بألطاف الله، محفوف بعناية الله. لا تحكم على الأشياء من بدايتها، انتظر النهايات، فإن الله تعالى قد جعل الخير وجعل اللطف في أقدار الله تعالى التي قد لا تعجبه لعله خير، لعله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير والخير بأجمعه في علم الله وحكمته، أدركت أمورا ظاهرها شر والغيب بستراته، لكن الله سيفرجها ويريك عجائب قدراته. ثق أن الله سيكشفها وستعرف لطف عنايته. يسر أو عسر يأتينا كل من جند إرادته. خير والخير بأجمعه في علم الله وحكمته.